حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. Hope you have a nice day في فيديو النهارده. يا جماعه احنا خلاص داخلين على 200,000. اي حد مش مشترك في القناه ينزل دلوقتي بسرعه يدوس سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس. مش عايزين ننسى لايك للفيديو ده. النهارده بقى فيديو مختلف ومميز وحلو قوي وهيعجبكم اكيد. ربنا انا وتوتا طبخات التيك توك الغريبه جدا، ف ليتس جو، خلينا نشوف هيحصل ايه. الوصفة الغريبة دي وايه التوابل الغريبة دي؟ هجيب منين يعني الحاجات دي؟ يا ربي عالشيف، دول بيخترعوا، بس بيخترعوا. ماله الاكل المعروف والتوابل المعروفة مالها يعني؟ صباح الجمال يا مامتي. صباح الخير يا حبيبة ماما. صباح النور عليك وعلى الناس اللي صاحية العصر. انا صاحية بدري النهاردة. صباح الخير يا حاجة، ايه بس الروقان اللي على الصبح ده؟ صباح الفل يا حاج. المهم انا بطني بتصوصو من وانا نايم. شوفي لنا بقى يا حاجة هنفطر ايه بسرعة. لا يا حاج بقى مش هنفطر، هحضر الغدا على طول. يكون احسن برضو، الواحد كده يتبها في الغدا احسن ما يفطر. صح يا ماما، يا ريت ان احنا نتغدى على طول عشان انا برضو بطني بتصوصو صواصيو كتير خالص من كتر الجوع. بس انت يا مامتي لسه بتنقي الرز، احنا لسه هنستنى كل ده؟ انا يا ماما جعانة قوي. لا يا حبيبه ماما، ده مش بتاع الغدا، الغدا خلاص على النار، ده الرز هعمل لكم بيه رز بلبن. كده هو لازم ننقيه، امال ليه نعمل لكم رز بسوسو؟ طب يعني ايه يا جدع على الرز دي؟ يعني طب ما انت بتاكلينا المش بدودو، جدع على الرز بسوسو. انا باكلكم المش بدودو والفراخ بكوكو. طب والله العظيم انتوا ما شفتوا دقيقة واحدة رباية. خدي يا بنت انتي وهي، خدي خدي يا بنت انتي وهي. طيب انا رايح اغسل وشي بقى. لا يا بابا، والنبي والنبي يا بابا ادخل انا الحمام الاول. انتي يا بنت عيب تقولي لابوكي كده، بوكي يدخل الاول بعد كده انتي تدخلي. والنبي والنبي شوف البنت. اوعي يا بنت من قدام التلفزيون، اوعي كده، عايزه اشوف الوصفه. ايه يا ماما؟ عايزه اعمل لكم الاكله دي بكره. يا ماما انت طول عمرك بتتفرجي على شيفات مصر كلهم، وكمان بتتفرجي على شيفات بره مصر، وفي الاخر مش بتعملي لنا حاجه. انا يا بنت ده انا اكلي احسن من اكل الشيفات. اه صح، بتعملي احسن من الشيفات كلها واضح. هو انتوا كده دايما ناكرين مجهودي وتعبي. بعاش ولا كان يا ستي اللي ينكر مجهودك. احط بقى من الغسول بتاع نسمه وهي اكيد مش هتعرف. بنت يلا خلصيني مزنوق. بتضحك على ايه يا وليه انت كمان؟ يا رب بابا ما يضربنيش. انا خلصت يا بابا. خلصتي؟ ماشي لما اطلع بس. بقول لك ايه يا توتا، انا شفت النهارده وصفه على التيك توك تحفه، هنحط نودلز
وبعدين نحط فوقيه شيتوس حار جدا مولع، ونحط بقى عليه جبنه رومي، وهيبقى بيشد كده وهيبقى تحفه. انا نفسي فيه قوي دلوقتي، تيجي نعمله؟ ايوه يا نسمه، الوصفه دي يا نسمه مالية التيك توك، انا كل يوم بتفرج عليها وهموت واعملها، كل يوم اموت واعملها واقول لما ماما تنام ابقى انا اروح اعملها، بس مش بعملها. طب نقنع ماما ازاي ان احنا نعمله دلوقتي؟ نقول لها يمكن توافق. وبعدين اصلا هو احنا عندنا شيتوس وعندنا اندومي؟ ايوه، انا امبارح اشتريت شيتوس حر جدا نار مولع، وكمان اشتريت نودلز. صح، طب يلا نقول لها بسرعه. بقولك ايه يا ماما، كان في كده وصفه بالشيتوس كنا عايزين نعملها دلوقتي، ايه رايك تاكلي معانا؟ ايوه يا ماما، دي هتعجبك خالص يا ماما، بالشيتوس يا ماما وهتبقى طعمها شيتوس ايه ده؟ لا 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 لا، بقولك ايه انتي وهي، انا ما بحبش العك وانتوا عارفين. والنبي يا ماما احنا نفسنا فيها، والنبي لا يا ماما بقى عشان خاطري يا ماما نفسي اجربها والله، والنبي قلت لا. والله يا ماما ما تخافي، مش هنبوظها والله ما هنبوظ المطبخ ولا هنعمل اي حاجه، ولو وسخنا اطباق هنغسلها لك. اوه، وبعدين بقى في الزن ده ماشي، بس لو حاجة باظت هتشوفوا اللي هيجرى لكم. يلا نجري منك ليها. خلاص ماشي، أجمل ست في الدنيا كلها. انتي أجمل ماما في الدنيا كلها. بصي بقى يا دودة الحلاوة، شطة نار مولع، وجبت كمان نودلز بالفراخ. يلا بقى هاتي الحلة بسرعة. أهو يا نسمة، أنا جبتلك الحلة، هو أنتي لسه بتقولي أنا جبتهالك على طول؟ يلا نحطها على النار. احنا بنعمل الاندومي عادي، وبعد كده بنسيح جبنه رومي ونحطها على وش الاندومي، بعدين بنقوم نفتفت الشيتوس كله، وبعدين نرش كده فوقه، هيبقى تحفه. الله عليكي الله عليكي. ايوه، وانا كمان شفت الوصفه كده اهو على التيك توك بقى. احنا هنستخدم ده عشان ندق الشيتوس. لا طبعا انا مش باكل الهيافه دي. براحتك خلاص، يلا يا نسمه. مين يا توتة اكل معاكي؟ يا لهوي على الجمال والحلاوه، شكله مغري قوي. اللي اخترع الوصفه دي جامد. بقول لك ايه يا بنت سهية، انا حاسه ان انا يعني عايزه ادوق وغيرت رايي، ما تدوني كده ادوق حته، يمكن يعني يعجبني، يمكن، بس انا عارفه ان هو مش هيعجبني، بس يعني اهو نحاول. ما انا قلت لك تدوقي. ماشي، هديكي تدوقي لحد ما نشوف فيلم عشان نتفرج الفيلم واحنا بناكل. خدي يا مامتي. حلو الفيلم ده، سيبيه. ماشي، يلا يا ماما هاتي الاندومي. نسمة،
وبكده تكون حلقتنا خلصت. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، واشوفكم امتى فين في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بحبكم قوي.